بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد الحميد علام المحامي، باحث دكتوراه في القانون الدستوري، وابن الاستاذ عبد الحميد علام المحامي بالنقد والاداريه العليا. حضرتك انا حاصل على ليسانس حقوق دفعه 2006، جيد جدا مرتبه شرف، وحاصل على ماجستير في القانون العام، وكنت مقدم في مجلس الدوله في دفعه العشر الاوائل، وبعد ما قدمت في دفعه العشر الاوائل حصل ان هم استبعدوا بعض الاوائل، كنا 63 واحد ناجح في المقابله الشخصيه، استبعدوا 19 واحد من العشر الاوائل على مستوى الجمهوريه لتعيين لفتح دفعه اضافيه من ابناء المستشارين. وبعد ما فتحوا دفعه اضافيه من ابناء المستشارين حصل ان والدي طبعا محامي وهو يدافع عن جميع طوائف الشعب، فصعبت عليه نفسه، فنشر لابنه في جورنال اخبار اليوم طالب بتعيين اوائل الكليات بوجه عام على مستوى الجمهوريه، وقال ان هو يجب تعيين هؤلاء الشباب النوابغ واستبعاد غير المستحقين من ابناء الساده المستشارين. وفوجئت بعد هذا النشر بيوم واحد ان والدي بيتلقى تهديد من رئيس محكمه الجنايات ويقول له ان فاروق جويده قد تحدث في هذا الموضوع قبل ذلك وكان عبرة للجميع. فقال له والدي ان المحامي شخص حر يدافع عن الجميع فيجب ان يدافع عن نفسه. وكانت الطبمة الكبرى، الطبمة الكبرى حدثت حينما تقدمت للدفعة الاضافية واكتست بنجاح المقابلة الشخصية، وكنت الثالث على المتقدمين في كليتي، عينوا جميع الابناء المستشارين المتقدمين وعينوا حوالي 30 واحد واخدين مقبول، واخدين درجات رأفة لرفع تقديرهم من مقبول الى جيد، تمام حضرتك، واستبعدوني، وحصل خلاف في المجلس الخاص في مجلس الدولة على تعييني. ذهب فريق ان انا راجل اوائل واستحق التعيين، الفريق التاني قال لك لا، ده طالما نشر كل الناس خلاص هتقول لك طالما هطالب بحق هاخده وهنجرأ الناس علينا، فيجب ان يكون عبرة، تمام حضرتك. فقاموا باستبعادي مرة اخرى، قمت برفع طعن امام المحكمة الادارية العليا، تمام. طلع تقرير هيئه المفاوضين بحقيتي في التعيين، وصدر هذا التقرير بالتالي لاجتياز المقابله الشخصيه وتوافر جميع الشروط المتطلبه للتعيين فيه. وفوجئت بالدائره الثانيه من المحكمه الاداريه العليا تغفل جميع المستندات المقدمه مني، مقدم شهاده الماجستير، مقدم بحث عن تطوير مجلس الدوله المصري دراسه مقارنه ما بين تسع دول، اصلحت فيها مجلس الدوله التصورات في 15 صفحه، توصيات في 15 صفحه لاصلاح مجلس الدوله في مصر، ومجلس الدوله النموذج الام في فرنسا اللي انشئ 1803 على يد نابليون بونابرت، شفت العيوب اللي في فرنسا. ورغم كل ذلك افاجئ بالسيد المستشار الجليل مع ارفاقي 11 شهاده تقدير، وارفاقي شهاده الماجستير، وارفاقي شهاده الليسانس بجيد جدا، وفاجئ بيه يقول ان هذا الرجل غير كفء علميا. لو ذهبنا الى الساده المستشارين اللي اصدروا عليها الحكم نجد ان هذه الدائره مشكوك في عدالتها. لماذا؟ لان ثلاثة من هؤلاء المستشارين لهم ابناء عينوا بمجلس الدولة، واحد ابن المستشار يحيى دكروري وهو رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عين بتقدير مقبول دور نوفمبر دفعة 2004، وابن مستشار جليل اخر دفعة 2007، واخيرا ابن المستشار ابو بكر الجندي عين في دفعة 2008 الاخيرة التي عين فيها 59 ضابط بعضهم متهم بقتلة الثوار. تعالى اسمه افندم، في اسماء تذكر في يا فندم في زنب... لا احمد رمزي استبعدوه معانا في ال... معانا هنا معانا في ابناء، اثنين ابناء مساعد اول وزير داخليه، ومعانا ضباط شرطه اصلا، وكان في ضباط امن دوله استبعدوهم. تمام كده حضرتك؟ لا افتح، هناخد بعد تسجيل الاسماء. تمام. بعد هذا يعني انا اتساءل ويتساءل المواطن البسيط، هل يكافئ القضاء المصري الشامخ قضاء مجلس الدولة الذي كان يرقص قوامته قام في احد الايام الدكتور عبد الرزاق السنهوري في يوم من الايام الذي قام بتطوير التشريعات القانونية في 7 دول عربية يصل به الحال الى هذا الحال انه يقوم بمكافأة قتلة الثوار ويقوم بتعيينهم في السلك القضائي، بل وزيادة على ذلك يقوم بإعطائهم حصانة قضائية حتى إذا تمت المسألة الجنائية تزرعوا بالحصانة القضائية، وقال لك أنا عندي حصانة قضائية ما تعرفش تقول لي حاجة، زي ما رحت المستشار فادي كمال كورولوس في الأمانة العامة في مجلس الدولة وقلت له هذه هي مظلمتي وهذا هو الحكم، قال لي احنا قبل الثورة زي بعد الثورة والأوائل اللي عايزين يعملوه. فهل هذا فكر القضاء؟ يعني أنا أتساءل كيف يحدث ذلك وكيف يأتيني تهديد؟ يعني أنا عشان بطالب بحقي
يتصل بيا واحد يوم النشر يقول لي ان انا عندي سلاح نص آلي، وانا اقول للسادة القضاة نحن لا ترهبنا شيء، نحن ندافع عن حق، واذا متنا سنموت شهداء، لان كلمة حق في وجه سلطان جائر هي افضل الشهادة. تمام كده حضرتك؟ وانا طبعا ليا تصور لاصلاح منظومة القضاء المصري عن طريق ثلاث اليات. ده هي هقولها في السريع. الالية الاولى استبعاد جميع القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات، لان من شب على شيء شب عليه. محدش يقنعني ان المستشار اللي درج على التعاون مع امن الدولة وقوائم معروفة، والمستشار محمود الخضيري قدمها سيأتي بين يوم وليلة وينصلح حاله. هذه واحدة. الثانية اصلاح المنظومة التشريعية القانونية في مصر. يعني لعلم جميع من يسمعني ان كلية الحقوق جامعة القاهرة، وهي قلعة كليات الحقوق في مصر، رأسها 9 عمداء. اول 9 عمداء تولوا عمادة كلية الحقوق جامعة القاهرة من 1868 حتى استقرت الحال بعد ثورة يوليو، حتى استقر الحال بعد ثورة 1919، هم فرنسيون، 9 عمداء فرنسيون زرعوا النبتة الفرنسية. يعني هل يعقل في بلد شرقي، في بلد اسلامي، ابص الاقي مادة بتقول لك من وقع امرأة بغير رضاها يعاقب بكذا؟ يبقى اذا بالعكس، من وقع امرأة برضاها انتفى التجريم. هناك في فرنسا الثقافة العامة بتبيح ذلك، لان هم عندهم الموضوع ده مباح. احنا هنا في بلد شرقي، في بلد اسلامي. واخر حاجة في اصلاح القضاء، يجب استفادة القضاء المصري بجميع الكفاءات. يعني هل تعلم حضرتك ان في 700 شاب حاصلين على امتياز وجيد جدا، تم اضطهادهم في التعيين في السلك القضائي ويأتون بحجج واهية. يأتي مرة ويقول لك ده والده ووالدته غير حاصلين على مؤهل عالي، وللعلم في ابناء مستشارين امهاتهم غير حاصلة على مؤهل عالي. اذا هذا معيار تحكمي. تاني حاجة يجي يقول لك ده مش مقدم املاك. طب انا بتساءل، اسأل السادة المستشارين، مع ان انا الموضوع ده لا يمسني في شيء، لان انا مقدم املاك الحمد لله رب العالمين، لان والدي محامي وافخر بذلك. السادة المستشارين اسألهم عن الوسط الاجتماعي في الستينات والسبعينات بعد قيام ثورة 52، ماذا كان الوسط الاجتماعي؟ ام هو معيار تحكمي بحت لتوريث القضاء؟ وتوريث القضاء ده قصة لوحده كبيرة قوي بقى. ليه قصة لوحده؟ توريث القضاء حسني مبارك حط خطة منظمة منذ 15 سنة عشان يرسخ فكرة ان جمال مبارك يجي، خلاص هيجي رئيس، هيجي رئيس. بيضرب عصفورين بحجر. الحاجة الاولى ان هو بيرسخ فكر لدى جميع طوائف الشعب المصري ان كل واحد دارس مهنة ابيه. يعني انا راجل ساكن في منطقة، اما الاقي المستشار ابن وكيل نيابة، وظابط الجيش ابن ظابط جيش، وظابط الشرطة ابن ظابط شرطة، واستاذ الجامعة ابن استاذ جامعة في جميع الكليات، هيترسخ لدي قبول عام. هقول لك طب ده الرئيس، ده فلان مع انه سلطته على قده جاب ابنه الرئيس اللي هو القائد العام والوا وا وا وكان يتحكم عن طريق الدستور في جميع السلطات في الدولة، ما يجيبش ابنه. هذه واحدة. التانية عن طريق ان هو يدي يسكت الناس دي، شبع الناس دي، فما يجي يورث المنصب لابنه محدش هيتكلم. اخر حاجة، العالم الخارجي ساكت على الكلام ليه؟ العالم الخارجي ساكت على الكلام ده ليه؟ لان العالم الخارجي فيه نوعين من القوة، في نوعين من القوة في الصراعات الدولية، في حاجة اسمها السوفت باور وفي الهارد باور. الهارد باور القوة الغاشمة، والسوفت باور القوة الناعمة. القوة الناعمة بيستعملها ازاي؟ هل تعلم حضرتك ان الاتحاد السوفيتي حينما سقط قبضوا على جاسوس، وحينما سألوه عن مهمته قال لهم انا مهمتي كانت حاجة واحدة بس، اي وظيفة متقدم لها عنصرين باخد العنصر الاسوأ واستبعد العنصر الاكفأ. العنصر الاكفأ بيبقى ساخط وناقم على بلده وبيسافر بره البلد وبيفيد بفكره العالم الخارجي. والعنصر الاسوأ اما يمسك المنصب هو لا يفقه شيء، فلن يستطيع ادارة دفة امور البلاد فتسقط من تلقاء نفسها. فاحنا طبعا لازم احنا نحب بلدنا، لازم الشباب ده نخليه انتماء ليه، لان احنا كده بنحارب التعليم في مصر. اي شاب اما يجي يبص هو لسه داخل ثانويه عامه، يبص يلاقي ان كل الناس اللي بتعمل تقديرات وكل الناس اللي بتكافح ما لهاش مستقبل في البلد. انا كده بسقط التعليم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ازاي انت الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع وانت بتسير عكسها تماما؟ وفي النهايه احنا بنتمنى ان شاء الله ان يصمم الثوار على مطالبهم، وان احنا ان شاء الله باذن الله الثوره يا جماعه
بتأتي بالتدريج، نظرية الأواني المستطرقة، كل حاجة بتيجي بعد اللي قبلها. فإن شاء الله بإذن الله كل حاجة هتنصلح، بس أهم حاجة الشعب يبقى نفسه طويل، والشعب إن شاء الله يصمد، والشعب إن شاء الله بإذن الله بتوفيق ربنا عز وجل هيتحقق مطالبه كلها. وأنا بشكر حضرتك في النهاية.